والغلا شايفه ده الغلا ده، والضيق والصفوف بتاعت البنزين وصفوف العيش والمصايب دي كلها، والله الذي رفع السماء لو التوحيد مشى تمام في البلد دي والله كله يزول إلا ما بنصدق القرآن. لأنه في القرآن رب العزة والجلال قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم شنو؟ بركات يا أخي. نحن أسمى ناقصين البركة، بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ناس بحاربوا في الله سبحانه وتعالى حرب، هسي الربا دي مش الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هسي أمشي السوق العربي بكرة الصباح تلقى ذا خاتي له فكة حديد ما شفته في طرابيزة، فكة وقريشات كدي، يجي المساعد يديه 10 جنيه يقوم هو يرجع ليه الفكة كم تزعى. ده ماربة ديل بحرب، بحرب الله بجنيه. مساجد مقفولة من التوحيد، تكلم في التوحيد تزول وهابي، انت زول انصار سنة، انت زول جاي من السعود وانت سوداني زيهم، ما في وهابي ولا في انصار سنة ولا تبقى اي شيء، ابقى مسلم مستقيم واحد. ابزع المسلم يا اخي ولك وهابية، وما في وهابية في الدين والله. واي زول يقول الكلمة دي اللي بقى قادوره يوم القيامة، انه الله قال ما يلفظ من قول الا لديه شنو رقيب عتيد، ستكتب شهادتهم ويسألون، ولا كلمة بعدين بتتحبس عند الصراط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إنسان يتقي الله في نفسه، توحيد ده والله سبب الخير، والله الذي رفع السماء. لأنه بلدنا دي الليلة في أي شيء، الناس يا أخي الموية برا مالحة يشتروا فيها، بلدك دي تفتح المازورة تشرب تقرطع بمزاج، قرطع قرطع بمزاج، تمشي النهر قاعد نهرين قاعد وأكثر، بحيرات وحاجات كثيرة جدا، ترع قاعدة في البلد، زراعة برقتك من المسجد ده تزرع لك حاجة بكرة الله بقويمة طوالي جاهزة. يسافروا من البلد دي ليه مكة، اشتغلوا في السعودية بواد غير شنو في زرع، هذه دي ما اتقلبت الشغلة، بلد فيها زراعة، يسافروا للبلد اللي ما فيها شنو؟ وانت المفروض يجوا يختربوا في السودان هنا، انت تمشي تخترب لهم هناك، تعرف السبب شنو؟ لانه هنا في مشاكل. المشاكل وين؟ اهم شيء العقيدة. لانه الناس لليلة بيقولوا لا اله الا الله، وبيقولوا نحن على التوحيد، والطفل بالدو بيعلقوا في الكمون. أمس مشيت دكان، والله الذي لا إله غيره، مشيت دكان لقيت شباب بيتونسوا جنب الدكان، واحد قال لي رقشتك دي يا أخ مكسرة، والله قال لي تبدلها بواحدة سمحة وتربط لك كمون، شو عقيدة وتربط لك شنو كمون، في كمون بيحفظ. واحد في بزبط قال لي في واحد قريب ولا صاحب عنده موتر رابط في كمون عشان يحفظوا له، قال الغنمايه جات ماشيه في الشارع اجارك الله ما اكلت الا الكمون، الغنمايه كتر خير يعني، هذه الغنمايه هذه المعزه، الغنمايه جات لافه بس اكلت الكمون ومشت، ما غنمايه ظريفه اكلت الكمون، وده الخاتين يحفظ شنو الموتر، وهو الخواجه صنع الموتر ما رابط له كمون، الصنعه ذاته في بلده ما رابط له كمون، ولا ذاك صنعوه وينه في الهند ولا وين ما ربط لك كمون ذاته، يا عربية يجيبوها جديدة كرت، ذاك الخواجة الصناعة ما سوى لا أي شيء وسايقة في الزلط وماشي بمزاج، خواجة ذاك عيونه ظهري هنا لونه كيف كذا، في بلدنا يقول لك ما ضبحت لها بتجيها كفوة، أصله ما تضبح لها يشتريها طوال يسوقها أبقى مارك ما تسوي لا أي شيء، ولكن ما ضبحت عليها وشيل الدم تلصقه في القزاز طق طق، انت تغسلها ولا تجلبطها بالدم يا اخي؟ اذا خدت لها دم اقول يا جماعه عماره يقومها من الاساس، تلقى يشتت في العيش الحب تحت، ده من شنو؟ من الجن،
وجن ولا حمام بيشتتوا لها ايش حب، وجن بيشتتوا لها ايش حب، وجد وشتتوا في الفكة بتاعت الحديد وضابحين في العتبة. يا اخي ما اقولها يا جماعة، في بيوت في البلد دي بيوت، بيت تلقى بيت فيه قرون فوق ما شفتها، في بيت ما اعرفه ده بيت ذاته بينطح عنده قرون فوق بيت، حافلات حافلة حافلة عديل اشتروها حافلة، تلقى معلق لي جزمة صغيرة تحت ولا شعرة فوق في الحافلة سوي لها، تقول لها الجزمة دي شنو، يقول لك عشان عاينوا لها تحت ينشغلوا من الحافلة ما يطقوها عين. يا اخ معقولة في عين بيصدوها بجزمة صغيرة؟ جزمة مقاس كم ذاته دي ذاته كله هوس والله الذي لا اله غيره. أيما الناس تعتقد في الله العقيدة الصحيحة البنجي الله والبيحفظ الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في القرآن فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وكلام واضح قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، عليك الله في كلام أوضح من ذا، وإن يمسسك الله بضر، عشان لا تعلق لك حجاب لا تعلق لك حاجة، واحد في الحصعيص لقيته عمك ببيع حجبات، ما نحن القرآن ده لازم يا جماعة ننزله في شنو؟ في الواقع ولا كيف؟ ما الله أمرك عشان تستفيد منه، لقيته عمك قاعد له في راكوبة ورا في الجزارة بتاعت الحصعيص ورا الجزارة قاعد له في راكوبة وقال ببيع حجبات، جيت سألته قلت له يا حاج ده حجاب شنو؟ قال لي ده للمشاكل، تمشي القاضي ومشتري له طبلة جديدة وفيها ثلاثة إزبيرات، إزبيرين والمفتاح ذاك، قال تمشي لو عندك مشكلة مع واحد تقوم تذكر اسمه ثلاثة مرات ولا اسم القاضي محمد وتكفل وتفتح محمد، والطبلة جديدة أنا شايفها جديدة بإزبيرات وتطبل وتفتح. طيب قلت له حاجة ده خليه علموا الناس الإجرام ده خليه، الثانية دي الحجاب الثاني ده حق شنو؟ قال لي ده خاص بالتجار، تخطه في المحل الزباين ديل بيجوك كده كرك حجاب، قال بتاع زباين، هو عمك اللي بيبيع فين؟ زبون ما معه اللي بيبيع فين ذاته، ولا نفر ما معه إلا أنا بس، وأنا جيت أنصحه ما جيت أشتري منه ذاته، معقولة يا أخي في حجاب بتاع زباين؟ يا أخي أكثر ناس مفلسين في البلد دي بتاعنا الحجبات، أكثر ناس ما لقيت لي زول مرطب لابس الحجاب، انت لاقاك يقول لك يا زول جلابيه مكويه انا لخبطها بحجاب، تلقى مفلس وعمك للظهر ما فطر، تقول له فطرته؟ يقول لك ما ترزقنا لسه، وطيب شغلك حجابك ده بيشتغل الساعه كم؟ ده شغال دوام بالليل ولا شنو؟ معقوله يا اخي؟ الله قال في القرآن وما من دابة في الأرض، شو القرآن ده واضح كيف، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما بس هسي كان ادوك ملوى بتاع عيش قال لك شتت للنمل، لا مش شتت له أكل، قال لك النملة دي جوا بيتها عامل كيف، تراه القد البرة ده انت شايفه الجحر ده، لكن جوا الجحر ده متجه شرق ولا شمال ولا جنوب، لو جبت بطارية ذاته ما بتشوفه، صح ولا ما صح؟ الله سبحانه وتعالى الذي استوى على العرش من فوق سبع سماوات قال لك وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ما بس كده ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، في عظمة أكثر من كذا؟ زول تلقاه بيزرع شغال في الزراعة، يجي الظهر وقت الفطور تلقاه شايل له عمود جايبه من البيت عنده شجرة هناك في البلدات ولا في الحواشة، عنده شجرة فيها ظل تلقاه يقعد تحت الشجرة ويطلع الكور بتاعت العمود وياكل، واثناء ما بياكل الصفق واقع الصفر صفر بقع، كان قال له الشجره دي حقت منه؟ يقول حقتي انا في مزرعتي، كان قال له فيها كم صفقه؟ بيعرف؟ بيعرفها يا جماعه؟ شجرته ذاتها ما بيعرفها،
الله قال لك عن نفسه سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة صفقة صفقة في الأرض كلها مش في شجرتك دي وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. تساوي به مخلوق تقول يا الله ويا فلان تعتمد على الله وعلى فلان وده ما الشرك ذاته. وانت قالت شرك شنو؟ زول قال يا رب نجيني من الكرب، نادى كم؟ نادى واحد، ده موحد. شفت مما تلقى نفسك طوال تتوجه الى الله وما بتتوجه لغيره، انت موحد، انت زول تمام. يا رب نجيني من الكرب، انت موحد لانك ناديت كم؟ واحد. يا الله ويا فلان ناديت كم؟ واحد ولا اثنين؟ ده توحيد يا جماعة ولا ده الشرك؟ ده الشرك ذاته، بس بفهم بسيط ده الشرك ذاته. يقول لك يا مولانا لكن احنا ما بنقول ده زي الله في اي شيء، وما الكفار زمان ما بقولوا اصنام دي زي الله في اي شيء، ما بقولوا كذب، صعب يقولوا دي آلهة، لكن هم صنعوها بيديهم، وما بقولوا أصنامنا دي زي الله في أي شيء، ما بقولوا كذا. أقرأ القرآن: ولئن سألتهم من خلقهم، لو قلت لهم أنا خلقكم منو، ليقولن الله. والله دي في سورة الزخرف الصفحة الأخيرة، قال ولئن سألتهم الكفار، لو سألت أبا جهل وأبا لهب وعقبة بن أبي معيط وهؤلاء الكفار كان سألتهم، ولئن سألتهم من خلقهم يا أبا جهل خلقك منو، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب ما لهم بيكذبوا وبيقعوا في الشرك وكذا. في نفس السورة في الزخرف في الصفحة الأولى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. شفنا هذا الكلام واضح كيف؟ في سورة المؤمنون أو المؤمنين: قل لمن الأرض ومن فيها، ما الأرض بس، ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. هل بيقولوا ذي المنون؟ الكفار ذات. طيب مشكلتهم شنو؟ قالوا الله كان مشينا ليه عديل ما بيقبلنا، عندنا ذنوب نجيب له وصايد، الله نجيب له شنو؟ وصايد سبحانه وتعالى. قال الله عنهم في سورة يونس: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم، هنا قدم الضرر، ولا ينفعهم. هن عارفين أصنام صنعها براهم يا جماعة، الزول صنع صنم حجر براو لخ الطين براو، جاب لك وريك ولا لخب يده عليهم ربه، لخ له طين وسوى له صنم وهو أطول من الصنم. انت كذا فكر في الموضوع ده، هو ذاته اللي بيعبد ده أطول من معبوده اللي بيعبده ده، وأطول منه أضخم منه، وهو بحرك يده الصنم ماله ما بحرك يده. بعد ده قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نازل بعرفه الله، لكن قالوا ديل بس بيشفعوا لنا عند منو؟ عند الله. الله دي ما داير. قال: ألا لله، في سورة الزمر: ألا لله الدين الخالص. الله دار دين نظيف، انت زي الموية دي دار تشربها نظيفة، لله المثل الأعلى، هو غني عن الطعام والشراب وأي شيء، مويتك دي دار تشربها نظيفة، تجيب لك كولر وبتجيب لك قبليها فلتر وتسوي لك حاجات وأشياء وتجيب موية صحة. قال لك لله المثل الأعلى، غني عن الشراب والطعام، لكن العبادة دي هل هو غني عنها؟
لما تتقرب له بها تجيبها نظيفة. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. بس عشان يقربونا لله، دي الله ما داير، الله دايرك تأي عديل. شفت لو لخبطت الدنيا دي ذنوب وغاني حفلات ومعاصي وفجور، الدنيا دي لخبطتها كده، لما تجيو ما تجيو بواسطة، تجي عديل تقول لي الله أنا غلطت أغفر لي، عديل كذي براك كذي بيغفر لك. لكن مما تجيب بواسطة، يا الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني إلا أجيب لك فلان، إنت يا دوب قليت أدبك، ولا دي ما قلت أدب، دي قلت أدب. الله قال كذي في القرآن، بديك الدليل، دسو أدب مع الله سبحانه وتعالى. يعني الله أنا إن جيتك عديل ما بتقبلني، شوف الخطورة وين، لكن أنا جيتك بيدا تقبلني. الله قال في القرآن قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. بعد قال وما قدر الله شنو حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال لك في القرآن ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن كان في إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتفكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، لعلهم يتذكرون في الأولى، الثانية يتقون مش يتفكرون، يتقون الثانية، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا، شوف المثل ده واضح كيف، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، دي في رواية حفص، في رواية الدوري سالما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. قال لك لو في اثنين في السوق، في اثنين، الاثنين ديل من الرقيق بيشترون، يعني الأول جو يشتركوا فيه 10 أنفار، واحد دفع 100، واحد 200، واحد 300، واحد 300، واحد كذا كذا كذا، قاموا 10 جمعوا مبلغ طوال يشتروا الزول، لا زمان الرقيق اشتروه، شركاء متشاكسون، هم ذات الشركة ديل ما متفقين، شوف الزول ده تعبان كيف، اشتروه 10، واحد قال له قم على حيلك، ثاني قال له اقعد، شوف الزول ده بيتعب كيف، واحد قال له ما كلهم اشتروه اسياده يعني، واحد قال له قوم، ثاني قال له اقعد طوالي، الثالث قال له اقول لك شهر قد، الرابع قال له امشي السوق، الخامس قال له اسقل الشجر، السادس قال له البهائم ما تنسى، السابع قال له سوي الاكل، الثامن قال له ما القاك في السوق، التاسع قال له لا مش، العاشر قال له اقول لك شيء، التسعة ديل ما تسمع كلامه. الزول تعبان ولا ما تعبان يا جماعة؟ ده واحد. الثاني سيد واحد بس، سيد واحد قال له اسمع، من الصباح لما تطلع الشمس، من الصبح تطلع الشمس الزرع ده تسقيه، طلعت الشمس لحد وقت الضحى ترعى البهائم دي، من وقت الضحى للظهر تجيب حاجات الأولاد في البيت، من الظهر للعصر اديها راحة نوم عشان تقوى،
بعد العصر تعال حلب البهائم، بعد المغرب أمش تاني ما داير منك شيء. سيدكم واحد عنده برنامج معين، وذاك سيادكم عشرة، وأي واحد دايره. الله قال لك في القرآن ده مثل للموحد والمشرك، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، المرتاح ياتو السيد واحد ولا العشرة ده؟ أبا عشرة ده مش الواحد بس زي ما قالوا أولادنا دي وأعمامنا دي، سيدك واحد انت. هسي عليك الله أنا أعتر، أنا هذه لي سبعة أعتر، عربية دارة تنقلب، يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، ده في الشرق ده في الغرب ده في الشمال ده في الجنوب ده في الوسط، ده بياكل أنا بنادي فيه وهو بياكل، هذا يتم أكله ده ولا يلحقنا أنا؟ ولو لحقنا أنا وناداه واحد تاني يلحق ياتو فينا ينجي ياتو وهو بياكل. العربية لو دارت تنقلب الساعة 3 صباحا والزول ده نايم، أنا أقعد أنتظر كذي ما بتكون اتقلبت واتهرست ذاته، أنتظر لما نصحى. لكن شوف الله قال عن نفسه شنو، قال في القرآن أول شيء قال لك وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب، واحد دي خدتها بجنب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، دي واحد خدتها بجنب. اثنين قال لك وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، دي اثنين خدتها يعلم سبحانه وتعالى. ثلاثة قال لك الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أنت ما تفكر في القيوم دي معناه شنو؟ القيوم دي ما بتلقاه إلا عند الله سبحانه وتعالى، الصفة دي القيوم القائم بذاته لا يفتقر إلى خلقه، قائم بذاته قائم بشؤون خلقه، أوش قائم بذاته غني عن العالمين. اثنين قائم بشؤون خلقه يدبرها سبحانه وتعالى. بعد قال لا تأخذه شنو سنة ولا نوم، سنة ما بينعس، لا تأخذه سنة ما بينعس ولا نوم، لكن زولك دانا ناديه هنا نص الليل نايم يشخر، دي حلوها كيف ذاته. لذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالليل بالنهار لا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى. وبعدين زولك دب موت، زول يا جماعة بالراحة، لا نبز ولا شتيمة ولا شيء، بالراحة كده زول مات، مات جردوه من الثياب كر ما قادر يتحرك، غسلوه قلبوه 3 جرادل خاتم، غسلوه تمام دعكوه قصوا له شنبه ضفور قاعد، وجابوا أكفان 3 قطع فرشوها في العنقريب، شالوه من العنقريب اللي غسلوه فيه ده خدتوه في العنقريب اللي فيه الأكفان، وطوالي شنو طوطوا على الكفن وربطوا 3 عقد طق طق طق، وخدتوا في برش وخدتوا في عنقريب، وشالوا 4 رجال قادر يتحرك الزولة، شالوا 4 رجال وادوا المقابر، حضروا للمطمورة كذا يتفكر بالراحة، حضروا للمطمورة مربع ده تاع القبر، وحفروا للحد ود اللحد، وشالوا اهله ولا قرايب وغيره دخلوا جوا القبر، وبجنبه الزول ذاته لو حي شفت لو زول رقد بجنبه ما بقوم، عليك الله الليله جربها بالليل، كم مره انا بقول جرب انت هسه الليله دي بس لما تمشي تنوم خذ عن قريبك مع الحيطه، تخيلوا ده القبر بس شغل المروحه مع السخان ما مشكله، شغل المروحه شفتها خدته مع الحيطه وارقد بجنبه،
أسألك بالله الليلة سويها سويها أرقد بجنب على يدك تقدر تقوم؟ ما على ظهرك ولا على بطنك على يدك والله ما تقوم لو بقيت أقوى زول شفت راقد على يدك ما بتقدر تقوم وبجنبه لأن الزول بجنبه ما بيتلوي لو بفوق ولا تعب بتلوي بجنبه ما بيتلوي خلي في حفرة وبعد ده يجيبوا اللبن تقيل ما شفت طول المغابر تقيل كيف يجيبوا طق 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 ويجيبوا الطين يليسوه ما بخلوا لك نفس يليسوك جوا بعد ده يجيبوا التراب الأذان الزنا فبعد يدفنوه ويجيبوا الطين وكذا وكذا يحطوا فوق اللبن والتراب بعد ده الأربعة ديل دفنوا ذاته يمشوا مسافة يمشوا لهم قرية ولا مدينة يعتروا ينادوه زيد فهم شنو وزول انت دفنته الزول الدفنه ده بيدعوا له ولا بيطلبوا منه الدعاء الدفنه ده بيدعوا له صح ولا ما صح انت زول ميت وانت حي يعني انت عندك فرصة تدعو لأن الروح في الجسد إلى الآن والميت ده انت بتدعو له مش هو بيدعو لك لأنه انتقل إلى دار أخرى غير الدار التي كانت فيها الحسنات وفيها الأعمال الصالحة أشكي النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم إذا مات الإنسان في ناس بيقولوا إذا مات ابن آدم قال في صحيح مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله عمله ده قال لك شنو انقطع يبقى هو جوه ما بيقدر يسأل لك يبقى ما بجوز لي زولي مش لي ميت يقول لي ادعو لي الله وانت قريب من الله هو جوه ما بيقدر يدعو لك لأنه هو مشى لدار شنو دار تاني أيوة قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة والثلاثة ديل ما فين إنه هو بيدعو لك بل العكس قال إلا من صدقة جارية صدقة ذي عمله أو علم ينتفع به العلم ذا نشره قبل ما يموت أو يتسبب فيه أو ولد صالح شنو يدعو له يبقى الولد هو اللي بيدعو لشنو للميت وليس الميت هو الذي يدعو الولد عشان كذا يا جماعة آخر نقطة إن كان نقاط كثيرة جدا بيذكروها في المسألة دي نحن والله دارين الناس بس يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى مريطة زي أيوب عليه السلام قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين مريطة طوال يا شافي أشفيني تاني سوي السبب أمشي للدكتور والحقن والحبوب ما مشكلة يعرف إنه اللي بيشفيك منه الله سبحانه وتعالى وما تمشي لدجال ولا لعراف ولا تمشي لزول يديك محايات وبخرات دي والله ما من الدين في شيء لا بتلقاها في القرآن لا في السنة يجيبوا ألواح يكتبوا فيها سكن وحاجات قرآن يكتبوا بالسكن ويحطوه في موية ويقول لك اشربوا فيه شفاء ما عملوا الرسول عليه الصلاة والسلام شغل زي ده ما عملوا الناس قامت عليه وما عملوا وذاته اللي بيعمل الحاجات دي لما نمرض بيمشي الدكتور الناس ذاته اللي بيعمل الحاجات دي هو لما نمرض بيمشي الدكتور ومرات يموت في المستشفى هو ذاته تلقى يموت جوا في المستشفى وانت تجي مسكين يديك لا يقول لك هاك اشربه وفيه الشفاء ترفع مخدته الشيخ ذاته تلقى صيدلية الشفاء اليد البيضاء تلقى عنده حقنتين وثلاثة حبات وخمسة كبسولات انت ما تشرب شغلك ده يقول لك لا لا الشغل لك دي ما معقول يا جماعة ولا يكتب لك قرآن يقول لك يتبخر به القرآن الله ما نزله لك كده القرآن ده في السودان ده عملوا في عمائل عجيبة خلاص لا صح التعبير في السودان ده واحدين ربطوا حجبات ما بجوز في الشريعة ابن مسعود قال ما بجوز تعلق حجاب ولو من القرآن تميمة قال واحدين سووا زينة في البيوت زينة سورة ياسين سورة
واحدين خاتينه في العربات تلقى خاتين في القزاز الهايس هايس تلقى المصحف قدام جنب الطبلون بفوق الهايس تلقى المصحف في الهايس فوق وتلقى تحت شغال بسري ما مشكلة المشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة شغلتك دي ذاتها مشكلة مشكلة بتاع شنو مو ذاته شغلك ده غلط ما تخات قرآن وتشغل غنى كيف ذاته والقرآن بيخدتوك واحدين حلوه سووه في أوراق زي الألواح دي اكتبوه وحدتوه يشربوه واحدين ساوينه بخرات ده كل القرآن ما نزل عشان كده القرآن ده الله وراك نزله لشنو قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وحتى الشفا تقراه القرآن ده تقراه تنفث في نفسك ولا في المريض ولا تقراه وتنفث في موية وتشربها دي بتختلف دي ما فيها ضرر انت بتقراه وبتنفث في الموية وتشرب دي ما فيها ضرر دي رقية وننزل من القرآن ما هو شنو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة أما تكتب في لوح بسكن وتحتة سكن ده فيه ضرر والرسول قال لا ضرر ولا شنو ولا ضرار فآخر نقطة يا جماعة من كان نقاط كثيرة جدا إنه كثير من الناس بيفهم إنه دعوة التوحيد نبذ للأولياء والصالحين بحق ونحن الموضوع ده ماذا نكثر في الكلام يكفي بس فيه لأنه الزمن وإن كان مفروض نفصل لكن الزمن ما بيسعنا بس يكفي 10 دقائق فاضي يكفي بس نناقش نقطتين في الموضوع ده النقطة الأولى الولي ده منه يا جماعة نحن ده نعرف الولي هو ذاته منه الولي ده عشان تعرفه باختصار شديد تقرأ الآية 60 61 62 63 من سورة يونس تفهم الولي تماما قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم أول شيء أقف مع هذه قال لا خوف شنو عليهم قال لا خوف عليهم ولا على البنادون قال لا خوف عليهم هم ذاتهم هم أولياء لا خوف عليهم مش على الزول البناديون دي تقف معاه ولا هم مش البناديون ولا هم يحزنون الأولياء ديل منو الذين وده اسم موصول في اللغة دار تعرف الأولياء الأولياء ديل منو الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا من البشرى الثناء الحسن ومن البشرى الرؤية الصالحة ده في التفسير مش البشرى إنه يطير ولا يدي جنة دي كفر بالله ما بذل بيدي جنة الله قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ما بذل بيدي جنة ولا بزول بيعلم الغيب يقول لك أنا بعرف الرايحة وين وبجيبه وين الله سبحانه وتعالى قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب غيب ده ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ده زول كاهن وعراف ودجال اللي بيقول كلام زي ده فيبقى الولي يا جماعة النقطة الأولى ده الزول المؤمن تقي بنص القرآن الذين آمنوا وكانوا شنو يتقون أرجع تفسير ابن كثير وأرجع تفسير السعدي من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي دار تبقى ولي من المسجد داس من هنا دار تبقى ولي اي سهله جدا لا دار تذكره لا دار تعشيره لا دار قروش لا دار يكون ابوك فلان ولا قريبك فلان ولا انت من قبيله فلان لكل ما عنده علاقه بالولايه اللي عنده علاقه بالولايه الذين امنوا وكانوا شنو يتقون والقران كله كذب الآيات اللي بتناقش المسألة دي أو بتتكلم في المسألة دي الله ولي الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا كن مؤمن تقي الإيمان وين يا جماعة
الإيمان مش في أواجه في القلب وفي الجسد. طيب التقوى وين؟ مش الرسول قال التقوى شنو؟ ها هنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. طيب إذا الإيمان والتقوى في القلب، أنت إيه بتقدر تقول فلان ولي؟ ما بتقدر. لو شفته بيعمل عمل صالح بتقول أحسب ولي والله حسيب، لكن ما بتقدر تجزم. ليه؟ لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فهمت المسألة؟ ولأنه يا جماعة في صحيح البخاري، أسمع الحديث ده حديث واضح في المسألة، في صحيح البخاري أن أم العلاء رضي الله عنها، والله الحديث ده واضح جدا وده بخليك تاني ما بتشكر لك زول ساي، أن أم العلاء رضي الله عنها قالت لما مات عثمان ابن مضعون، حديث ده في البخاري، عثمان ابن مضعون ده أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، رضع سوا أخوه، عرفت المسألة؟ لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه قالت أمه أم العلاء هنيئا لك يا أبا السائب، كنية أبو السائب، هنيئا لك يا أبا السائب، لقد أكرمك الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأرجو له الخير، صحابي برجو له الخير، وما أدراك أن الله أكرمه؟ قال لا وراك من أن الله أكرمه، وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، حديث في البخاري. قال لا وما أدراك أن الله أكرمه أما أنا فأرجو له الخير. قالت أم العلاء والله لا أزكي بعده أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مادحا أخاه لا محالة، أو دار تشكر لك زول شفته بصلي وعابد وكذا، فليقل أحسبه كذا والله حسيبه، قل أنا بحسب الزول لصالح، لكن ما تجزم لأنه شغل دي جوا وجوا دي أنت ما بتعلم بها هل هو مخلص ولا ما مخلص، أنت عليك بالظاهر بتقول أحسبه والله حسيبه. فهمت المسألة؟ دي المسألة الأولى. المسألة الثانية يا جماعة، الصالح ده ما بلغ من الصلاح، ده لنفسه، والقرآن قال كذا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء شنو فعليها. والله قال لك في القرآن في ناس قالوا أجدادنا أنبياء في سورة البقرة، ناس قالوا نحن تراه ما شاء الله أجدادنا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أجدادنا أنبياء. أرجع تفسيري من كثير، رب العزة والجلال قال لهم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم شنو ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا شنو يعملون. ورب العزة والجلال قال لك في القرآن إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، عشان ما تتعلق لك بشخص، قال يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. شكاي بس أنت تتعلق بالله، تعبد الله، تسأل الله، تتضرع لله. وقال لك يوم لا تملك نفس لنفس شنو شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا. اوعك تمشي تقول انا والله جدي فلان وانا تراه شيخي فلان وقريبي فلان، قال لك شفت لما ينفخوا في الصور ده شغله دي كلها بتتفرتك. قال فاذا نفخ في الصور فلا انساب، نسب ماف انتهى، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ورب العزه والجلال قال وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك.
اليوم عليك حسيبا. وقال الله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى. شوف القرآن ده واضح كيف. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. زول تلقى ملان ذنوب يقول لك يا زول والله نحن ماسكين في فلان، ترى هو برا يوم القيامة شغلتنا ماشية ماشية. وين يا زول؟ أمسك في الله إذا صح التعبير، يتعلق بالله، توب لي الله هو اللي بيغفر لك، هو اللي بينجيك. أخير في الدنيا دي شفت قبل يروحك تمرق، ولي الله أنا غلطة أغفر لي، فلا ستدربك بمرق، ويا الله أنا صليت يتقبل مني يتدربك بمرق، يا الله يتجاوز عني ودخلني الجنة ونجيني من النار. كذب تنجو، لكن ماسك لك في زول قال ألا تزر وازرة وزر أخرى. لسه قال وأن ليس للإنسان، والله يا ما عزول بعد ده في كلام أوضح من ده، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. وأنا أختم عشان الزمن تم، شوف هاي دقيقة واحدة أختم بها بس. شوف سورة عبس رب العزة والجلال قال فيها شنو، قال فإذا جاءت الصاخة، شفت القيامة دي لما تجي، يوم يفر المرء من أخيه، مش الزول اللي معاه في الدرب والطريقة والجماعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. عليك الله الشغلة دي لو ما صعبة، في زول بيجر من أمه عايزين جابوا لك دبابة قال لك نقتلك ولا نقتل أمك، بتجر ولا بتسبي، لكن يوم القيامة دي هذه أمك فر بتجر بيجاي ولا حسنة بتدي لها. زول بيجر من أمه بدي الحوار بتاعه حسنة ودي المريد بتاعه حسنة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني الزوجة في التفسير، وصاحبته وبنيه. الخلي يجر شنو؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن شنو؟ يغنيه، يعني يغنيه عن الآخر ما فاضي. فالناس يا جماعة تتعلق بالله، لا تعلق حجاب، لا تسف لك تراب، والسكر ده إن سفيته كثير بيسوي لك سكري مرض، تسف تراب عديل؟ لا تسف تراب، لا تطف قبة، لأنه الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق، لا تمش لدجال تقول لي الرايحة وين؟ ما بجيب لك، تسأل الله بس سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله وتعتمد على الله، صلي صلواتك دي، خلي قلبك ده نظيف، لا تعلق فيه حاجة ولا ورقة ولا قشة، بس عقيدتك في الله نظيفة، بعدين لو مت بتموت على الخير، ولو دخلت القبر الله بنجيك، ولو قابلته بعدين برحمك. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. جزى الله خيرا أهل هذا المسجد ولجنته وجميع المصلين على حسن السماع. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.